مشاهدي الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأهلا بكم في حلقة الليلة من برنامج السهرة الرمضانية. وفي هذه الحلقة سنستضيف لكم الشيخ العلامة محمد المختار المبالة، ونتحدث معه عن موضوع الأوبئة من المنظور الشرعي. كما نستضيف لكم في الجانب الطبي الدكتور دلاه وللولي، وهو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، ونتحدث معه حول هذا الموضوع وعلاقته بالصوم. والبداية كالعادة هي بالعنصر الفقهي، نتابع. الوباء، ذلك العنوان المخيف الذي يرتبط بأكثر الأيام سوادا في تاريخ البشرية، وقد عرفت البشرية في تاريخها ظهور العديد من الأوبئة والأمراض، لكن تعامل المؤمن مع الأوبئة يختلف عن غيره. فالمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو يتعامل مع هذه المصائب بالتوبة والتضرع إلى الله تعالى. وكذلك يتعامل المسلم مع ما يصيب الصحة من الآفات بما جاء في الكتاب والسنة من الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب من صميم التوكل على الله. فالأمراض الوبائية هي في الأصل أمراض معدية تصيب الأعداد الكبيرة من البشر، ولا يوجد شيء في الكون صغيرا كان أو كبيرا إلا بإذن الله. قال تعالى: الله خالق كل شيء، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بحكمة وتقدير يريده الله تعالى. وجرت سنة الله في الخلق باقتران ظهور الأمراض القاتلة والنقم المهلكة بزيادة الذنوب والمعاصي والانحراف عن دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. شكرا لزميلة عزيزة سيد أحمد التي أعدت هذا العنصر. فضيلة العلامة، كيف تعامل الدين الحنيف مع الأوبئة التي تظهر من حين لآخر؟ طبعا من هذه المقدمة التي استمعنا شاهدناها قبل قليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بادئ ذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى أن قدر أننا وصلنا إلى رمضان، دخلنا في هذا الشهر العظيم، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون تقبل منا رمضان الماضي، وأن يوفقنا في العمل في هذا رمضان، وأن يتقبله منا، وأن يجعلنا ممن غفر له فيه واعتق من النار. وهذا رمضان يأتي في ظرف تعيش فيه الدولة الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، تعيش فيه ظرفا استثنائيا نتج عن هذه الجائحة التي ضربت العالم في وقت واحد. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الشهر انتهاء لهذه الجائحة ورفعا لضررها عن الأمة بسبب توجهها إلى الله سبحانه وتعالى، وانكسارها في هذا الشهر، وعبادتها وتلاوتها للقرآن في هذا الشهر. ونقول إن الأوبئة هي محن وابتلاء من الله عز وجل، كما سمعنا في التقرير: لا يصدر شيء إلا عن قضاء الله وقدره. والمؤمن يمتاز عن غيره بأنه يعلم أن كل شيء، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأنها مقادير وأنها مقدرة.
وأن هذه الأوبئة وهذه المحن تأتي بسبب كثرة الذنوب وانحراف البشرية عن السنن الإلهية. ولا شك أننا في هذا العصر نشاهد كثيرا من ذلك، فقد طغت البشرية لأنها وصلت إلى مستوى من الرقي والقوة والتنمية لم تصل له من قبل ولم يشهده التاريخ، فنجم عن ذلك نوع من البطر. الله سبحانه وتعالى دائما عندما تمضي فترة وتطغى البشرية يريها شيئا من قدرته لتتذكر أن لها خالق، وأن هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى، وليظهر ضعف الإنسان وليظهر قوة القوة الإلهية والقدرة الحقيقية، وهو ما ظهر في أيامنا هذه. فنحن المؤمنون يزيدنا ذلك إيمانا، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونتعامل مع الأحداث بطمأنينة لا توجد عند غيرنا، لأننا نعلم أن هذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن البشرية على مر تاريخها شهدت أوبئة وجوائح كثيرة، حصدت كثيرا من الناس، ومن أقدم هذه الأوبئة طبعا كانت الطواعين، وكانت كثيرة. من أقدم هذه الأوبئة الطاعون المعروف بطاعون جوستيان. جوستيان الإمبراطور في ذلك الوقت، إمبراطور بيزنطية، سمي باسمه وأصيب به، وإن كان قد شفي منه. هذا الوباء ظهر سنة 541، وحصد من البشرية ما يتراوح بين 30 إلى 50 مليون. ثم جاء بعده طاعون عمواس المشهور، وهو أول طاعون تقريبا ظهر في البيئة العربية الإسلامية، وكان بعده بمئة سنة، لأنه ظهر سنة 640 ميلادي، وكان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان سببا لإرساء قاعدة التعامل مع الأوبئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أساسا للتعامل مع الأوبئة، لكنه تطبيقيا وعمليا إنما وقع في هذا الطاعون. ومن هنا ينبغي أن نقارن بين نتيجة الطاعون السابق الذي لم تطبق فيه قاعدة التعامل التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها صحابته من بعده، وهذا الطاعون الذي طبقت فيه توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الطاعون حدث سنة 18 للهجرة، وهو الموافق لسنة 640 ميلادية، ولم يقتل إلا 30 ألفا، وما قبله قتل 30 مليون، ما يتراوح بين 30 مليون و50 مليون، نتيجة لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما حدثت الحادثة وأصبحوا أمام هذا الخطر رجعوا إلى السنة وبحثوا عن تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال واضحة، فطبقوها فاستفادوا منها، فبقي محصورا، لأنه يعرف بطاعون عمواس، وعمواس هذه قرية بلدة قرب القدس، لكنه بقي محصورا في الشام، لأنهم اتخذوا خطة لعدم الانتشار. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أيامها قادما على الشام يزور جزءا من الدولة ليطلع عليه، وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا هو قائد الجيش، وهذا الطاعون مات فيه كثير من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح، منهم معاذ بن جبل، ومنهم يزيد بن أبي سفيان، وغيرهم كثير ماتوا من سبب هذا الطاعون. لكن عندما أشرف على البلدة علم أن الطاعون موجودا، فجمع الصحابة ليستشيرهم، جمع المهاجرين أولا واستشارهم هل يرجع أو يقدم بصحابة بمن معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على الطاعون، فاختلفوا عليه. ثم دعا بالأنصار واستشارهم فاختلفوا عليه. ثم دعا بمشيخة
الفتح من قريش، فلم يختلفوا عليه في الرجوع بأنه يرجع. هؤلاء الأوائل بعضهم كان يقول ارجع بمن معك من الصحابة، وبعضهم كان يقول لا ترجعوا عن أمر قد خرجت له. فلما اتفقوا له على ذلك رجع. فلما رجع أيضا جاء عبد الرحمن بن عوف فروى له حديثا بعد أن اتخذ هو القرار، وكان عبد الرحمن بن عوف في مهمة، فجاء فقال له عندي علم في هذا، عندي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، في أنه إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها أو لا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. فحمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حمد الله عز وجل لأنه وافق في قراره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح هذا قاعدة للتعامل مع ما يدعمه من أحاديث أخرى كحديث فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وأنه جاءه رجل به جذام في وفد ليبايعه فلم يستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل له قد بايعناك، وأنه نهى فقال لا يريد ممرض على مصح. فهو هنا وضع قواعد للتعامل مع الأوبئة، ويرى بعض المعاصرين اليوم أن أول الطرق العلمية لتطبيق أسلوب الحجر الصحي وعزل المناطق الموبوئة من عن التفشي مخافة تفشي المرض إنما طبقت هنا في هذا في هذا في هذا في هذا الطاعون، ولذلك كانت نتيجته 30,000، بينما ما تقدمه كانت نتيجته 30 مليون 50 مليون. كذلك طاعون الموت الأسود الذي جاء بعده أيضا، لأنه لم يكن في بيئة إسلامية ولم تطبق هذا المنهج ولم تطبق هذه القاعدة. حدث هذا الطاعون سنة 1331 ميلادي واستمر إلى 51. كم قتل من الناس؟ قتل 75 مليون إلى 200 مليون، ما يتراوح بين أقل شيء 700 وأكثر شيء 200، ما يتراوح بين 75 مليون إلى 200 مليون، وقضى على نصف سكان أوروبا. وتغير العالم بعده، تغيرت تركيبة السكان واختفت طبقات من البشرية وتضرر الاقتصاد وتضرر كل شيء حتى تغير العالم بعده، لأنه لم تطبق فيه هذه القاعدة. وإذا رجعنا إلى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فنجد هذا جزءا منها، ونجد هنالك توجيهات أخرى مهمة جدا، منها ما ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس له وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هنالك وباء ينزل في السنة، فعلينا يعلمنا كيف نحترز منه. وهذا يعطينا تفسير لما هو محير الآن للعالم ومحل بحث، وهو المريض الأول، المريض صفر وين؟ أين يوجد؟ ربما يكون المريض صفر جاء من هذا، جاء من هذا الوباء الذي ينزل من السماء، والذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التحفظ منه بالتغطية، فإن الغطاء فهذا إجراء وقائي يقي من ذلك الوباء النازل، فإنه لا ينزل على إناء مغطى ولا على سقاء مثل قربة بريقة الأمور التي يجعل فيها الماء، خزان صهريج إلى آخره، لا بد أن يكون مغطى، لا بد أن يكون موكا بوكاء معناها مربوط، فإنه لا يدخله. فهذا أيضا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لتوقي الوباء، ويعطينا تفسيرا لما هو محير الآن، لأن الأمور من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الوباء ربما مع الشخص الأول، الشخص الأول ربما يكون أصيب بهذا الوباء، لأن جميع هذه الأوبئة
التي ظهرت وتحصد الملايين البشر من الناس ما لا يعلم الآن الشخص الأول الطريقة التي أصيب بها. شكراً يا فضيلة. وحتى أولئك الذين يريدون أو يقولون إنها انتقلت من الحيوانات، ما هو الحيوان الأول الذي أصيب بها؟ كيف أصيب بها؟ شكراً فضيلة العلامة، سنعود إليكم لمواصلة هذا الحديث الماتع. الآن نتابع العنصر الطبي. الآن نتابع العنصر الطبي ضمن هذه. تعتبر اضطرابات الجهاز الهضمي من أكثر المشاكل الصحية انتشاراً خلال شهر رمضان المبارك، فهو فضلاً عن كونه جهازاً مسؤولاً عن عملية الهضم، إلا أن مشاكله تكثر في شهر الصيام وتختلف من شخص لآخر من خلال العادات الغذائية السيئة التي قد يلجأ لها بعض الصائمين من جهة، والإكثار من تناول الأطعمة في أوقات متقاربة من جهة أخرى، مما يسبب مشاكل كثيرة لعملية الهضم حسب المختصين في المجال. فهل يؤثر الصوم على الجهاز الهضمي أم أن للصوم فوائد عليه؟ وهل تلعب الوجبات الغذائية غير الصحية دورا فيما يتعرض له من اضطرابات؟ شكرا جزيلا للزميلة عائشة أحمد بلال التي عدت هذا العنصر. إذا الدكتور دلاه الولي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، استمعنا إلى هذا العنصر التمهيدي. انطلاقا من هذا العنصر، ما هي أكثر الأمراض أمراض الجهاز الهضمي شيوعا في بلادنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، الحمد لله رب العالمين. شكرا لك أخي ومن خلالك للتلفزة الوطنية لإتاحتها هذه الفرصة التي نرجو من خلالها أن نوفق في إمام شأنه أن يعين إخوة الصائمين بما قد يعينهم على صيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الأمثل. تمهيدا لسؤالك سيدي الكريم، اسمح لي أن أتحدث أنا عن الجهاز الهضمي من حيث التشريح ومن حيث التكوين ومن حيث الوظيفة أيضا، لكي تسهيل إيصال رسالة لأكبر قدر من الإخوة المستمعين سأتحدث حاول شوي بالحسانية. الجهاز الهضمي هو أكبر جهاز في هذا الجسم بعد الجلد، وهو يمتد من الفم حتى فتحة المخرج، ومهمته تأمين الطعام اللي هو الطعام تأمين الطاقة لجسم الإنسان، هو اللي أمل الإنسان المواد اللي يكون منها الطاقة اللي يحرك بها، وأمل المواد اللي يبني منها الخلايا ويبني منها الجسم. هذا الجهاز يتكون من يبدأ بالفم، الفم جزء من هذا الجهاز، هو اللي يقوم بعمل المرحلة الأولى من الهضم وهي عملية مضغ الطعام وتخليطه، ثم بعد ذلك يجي المساطة اللي هي زاد المريء وهي أنبوب عضلي مريئي طوله تقريبا 25 سنتي يمتد من البلعوم من الرقبة إلى المجبنة، ويلفت الطعام من الفم إلى المجبنة، والمجبنة موجودة في الكرش في الجزء الفوقاني من الكرش، وسعتها تقريبا 2.5 إلى 3 لتر، وهي اللي تهضم الطعام، جهة الطعام وتفرز عليه بعض العصارات وتقوم بتخليط هذا الطعام وإذابة هذه المواد الغذائية وتحويل السائل يعود من هوية هضمه. بعد ذلك يمشي هذه المواد الغذائية المهضومة في المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الدقيقة عبارة عن أنبوب عضلي مخاطي طوله تقريبا 5 متر، وهو مهمته الأساسية أنه يمتص المواد الغذائية الموجودة اللي انهضمت في المعدة، يمتصها ويدخلها للدم، ومن خلال وعد الدم تمر على الكبدة وتم تصفيتها في الكبدة، وكبير منها المواد الأساسية اللي تحفظ في الكبدة، المواد دخل تمشي في الدم لأجل تزويد الخلايا الجسم بصفة عامة بالطاقة بالمواد الأساسية والفيتامينات والمعادن اللي لازمة لأجل يكون بها الخلايا، يجدد بها رأسها وتبني بها خلايا جديدة ينمو بها الجسم ويجمع الطاقة اللي يتحرك بها. هذا الجهاز صحته هي أساسا هي صحة جسم الإنسان بصفة عامة. بقيت قديما أنه المعدة بيت الداء والدواء، وبالتالي اهتمام بهذا الجهاز وبالذي يدخله له دور أساسي في صحة الإنسان والحفاظ على نشاطه. كيف قلت بعد الأمعاء الدقيقة يجي المعي الغليظ، هو يمتص دوره أساسي يمتص المياه والمعادن الموجودة في المواد الطعامية المهضومة، وبعد ذلك تركيز مواد الفضلات وعزلها وإخراجها عبر فتحة المخرج إخراجها للخارج للتخلص منها.
هذا الجهاز هذه هي وظيفته وهذا هو تشريحه. ما بالنسبة للأمراض ولا التوعكات اللي تخلق أثناء فترة الصيام في الجهاز الهضمي بصفة عامة هي أغلبها هي توعكات واضطرابات ناجمة عن العادات الغذائية المرافقة للشهر الكريم، وهي ناجمة في أغلبها عن الصوم بحد ذاته. فالصوم بحد ذاته له دور أساسي جدا في تقوية هذا الجهاز وإراحته، لأنه حديث اكتشف شوشين قال الصوم الصيام الطبي أنه لقى لكن يحافظ على جهازه المناعي وجهازه الهضمي سليم، يجب أنه كل شهر يصوم منه ثلاثة أيام. هذا عاد نوع من العلاج شو استخدم ركاتيها، معناه أنه جهاز الهضمي الصوم معلوم فيه ولا هو ضرر له. وصوم من أهمية من أهم منافعه على هذا الجسم ويريح الجهاز الهضمي، يخلي هذا الأنبوب الهضمي اللي تحدثنا عنه حالا اللي يومية تدخله كميات كبيرة من الطعام بأشكال مختلفة وبأنواع مختلفة، فيها الحار وفيها الحامر وفيها المدسم وفيها اللي فيها الضرر وفيها الجراثيم، لأن يصوم الدجاج لا يستراح هذا الجهاز الهضمي خلال 16 ولا 12 ولا 14 ساعة يستراح من دخول هذه المواد، وبالتالي يعطي فرصة لهذا الجهاز أنه يرمم نفسه. الوتر انت مدلات زمن كامل دافع، هذا خطير عليه وخاصها يخليه تم فتره توقف، يعطيها فتره يقام ترميمه وتصليحها. نفس الشيء جهاز الهضمي الصيام فرصه للجهاز الهضمي لكنه يجدد خلاياه، يجدد الخلايا المخاطيه المبطنه له وينظفه من هاي الشوائب الباقيه فيه من خلال من الطعام. ايضا الصوم يقوي المناعه ويحرض المناعه ويجدد خلايا الجسم بصفه عامه وينشط نخاع العظم لانتاج خلايا مناعيه وخلايا دم جديده. ايضا ينقص الدم الدسوم الضاره في الجسم، هذا الكوليسترول اللي هو مرض العصر حالا له اثار سلبيه على القلب وعلى الضغط وعلى تصلب الشرايين، سببه أساسا هو الكوليسترول كيف نهاية الأعراض اللي هي أمراض القلب والشرايين وبعض حتى الأعصاب. وسبب الكوليسترول الضار، الصوم ينقص هذا الكوليسترول الضار ويزيد الكوليسترول الجيد النافع. إذن بصفة عامة الصوم هو نتيجة إيجابية على الجسم. أما بالنسبة للأمراض اللي تصيب الإنسان ولا تكثر أثناء فترة الصوم، هي بصفة عامة اضطرابات الجهاز الهضمي الحادة مثل التهاب المعدة والأمعاء. التهاب المعدة والأمعاء تظهر عادة بشكل إيقياء، الجهاز يتم إجبار الجذاف حاد بشكل مفاجئ، معه ألم في البطن ومعه يتلبو عادة إسهال. قالوا التهاب المعدة والأمعاء يدعو سببه فيروسات وأحيانا جراثيم، ودائما يعود السبب هو اسمه السبب فيه هو الطعام اللي ما هو نظيف، إما شراب والله أكل ما هو نظيف. وبالتالي يجب للصائمين والجميع المواطنين خلال هذه الفترة أنهم يراعوا أن الطعام يعود محضر لا في البيت، ويستخدم مازال جديد ساخن، والله يعاد الطعام البارد يستخدم مازال ناضج، ويستخدم في أواني تعود نظيفة، ويستخدم بأيادي نظيفة. وبالتالي الحفاظ على نظافة الطعام ويستخدم في وقته المناسب من دون ما يعود مطروح فترة طويلة، هذا دور أساسي في الوقاية من التهابات المعدة والأمعاء اللي تكثر عادة في هذه الفترات. نعم. ايضا فيما تياها مرض دائما يشكي منه الناس هو القروحات الهضميه، هذه القروحات الهضميه يقولوا لهم المجبنه، هاي القروحات الهضميه والله المجبنه، وهي تتجلب شكل عده اعراض، احيانا تجي على شكل الم في الجزء الفوقاني من المعده في الشصوف الجهه الفوقانيه للمجبنه من البطن في وسط البطن القبال، هذه احيانا تقول سبب زياده الحموضه، واحيانا سبب قروحات تشرح في المجبنه ولا تشرح في اسفل المريء ولا تشرح في بدايه المصران. وهذه قد يسبب اللي تكون موجودة عند الشخص يمكن للصيام أن يزيد أعراضها يزيد ألمها. وبالتالي الصوم قد يزيد المرض الموجود لكن ليس بسبب هذا المرض، لكن يزيد العاد موجود عند بعض الأشخاص. أيضا ارتجاع المعدة المريئي اللي هو نقوله المحاور، نحس الدجاج بمادة حامضة ولا حامية ولا حارة تطلع مع الصد وأحيانا توصل للبلعوم وأحيانا حتى تخرج إلى الفم، هذا سببه دائما هو ضعف فتحة العلوية للمعدة، مدخل العلوي للمعدة اللي هو قال له الفؤاد، ضعف فيه لأنه يعود فيه ضعف ويشبع حد، والله يشرب كميات كبيرة من المياه، والله يشرب بعد الأكل مباشرة، والله يستخدم الأطعمة الحارة ولا الحامرة ولا الدسمة خاصة ولا الأطعمة المقلية، هذا من اللي يزيد إمكانية حصول هذا الارتشاع المعدي المريء، محتويات المعدة ترجع شوية المريء، والمريء أصلا غير مهيئ لمحتويات المعدة، محتويات المعدة تكون حامضة حتى
ومخاضية المعدة مهيئة لها وخاضعة تحملها ولا تحس بها. يقال لين توصل نسيج ثاني ولا عضو ثاني ما هو المعدة ما هو مهيئ لتحمل هذه الحموضة العالية وبالتالي يتسبب فيه ألم شديد جدا. لذلك يمكن تجنبها عن طريق أنه حد ما يشبع ولا يشرب حتى وعقب الطعام خاصة ما يشرب. يعني مسافة دي مسافة بين الأكل والشرب والأكل مولي أنه ما يجنب المعقالي طعام المقلي يتجنب الطعام اللي مدسم حتى اللي يزيد هذه الأعراض اللي هي أيضا القولون العصبي. القولون العصبي الشائع عند المواطنين بصفة عامة في موريتان بهم طبيعة الرجيم الغذائي في موريتان ما هو كان حتى الخضروات والفواكه وبالتالي جهز الأكل معتمد على المعجنات اللي هي مشتقات القمح والشعير. وأيضا مدى الشراب ما هو ياسر حتى ولو يشربون البان. سنعود إليكم إن شاء الله ولإكمال هذه الأفكار المهمة. إذن فضيلة العلامة نلاحظ الآن بعض المتسللين يحاولون الدخول إلى بلدانهم، ما حكم الذين يتسللون خصوصا أنهم قد يكونوا محملين بهذا الفيروس الخطير بالتالي يتسببون في أذى الناس؟ قبل أن نتكلم على هذا الموضوع بودي أن أكمل ما كنا نتحدث عنه من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الأمراض والأوبئة ونحو ذلك. فنحن لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة للتعامل مع الأوبئة إذا ظهرت وأنه أعطانا توجيهات لتوقي الوباء قبل ظهوره وأخبرنا أن الوباء ينزل. هذا نحن عندنا المسلمين لم يكن هذا احنا هذه عقيدة ما دام صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك معناه أنه واقع. وإن كان العلم بمعنى التجربة وما يقع تحت الحس لم يثبت عنده ذلك لأنه هذا المصدر للعلم بالنسبة لنحن المسلمين هو أقوى وأصح من العلوم من التجريب. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ظاهر من الحياة عن الآخرة غافلون. ظاهر من الحياة الدنيا هنالك ما وراء الطبيعة وهنالك الوحي اللي هو المصدر الصحيح الحقيقي الذي لا يمترى فيما ثبت به. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأوبئة تنزل من السماء وأننا علينا المسلمين أن نتوقعها وعلمنا الطريقة التي نتوقع بها تلك الأوبئة. وقلنا إن الوباء دائما ينفجر من مكان معين ولا نعلم نعلم أنه انطلق من المكان المعين لكن لا نعلم الطريقة ونعلم أنه ينتقل من شخص إلى شخص لكننا لا نعلم الشخص الأول الذي أصيب به الطريقة التي أصيب بها. ثانيا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. إذن محافظة على النظافة على غسل اليدين الدائم هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه. يعلمنا كيف هذه الطريقة التي توصلنا إليها الآن والعلم الحديث توصل إليها وهذه الوباء وإجراء أصبح ضروريا وأكيدا. هذا ينبغي أن يكون من دأب المسلم وعادته لأنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يكون مرتبطا بظرف معين لأن العطاس قد ينقل إلى بعض الأمراض إلى الآخرين. فكان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أنه إذا عطس يضع يده على فيه أو يضع ثوبه على فيه. فينبغي أن نستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت في أيام الأوبئة وبما بعد الأوبئة. ثانيا علمنا أن نستعيذ وأن ندعو الله عز وجل وأن نحتمي به من الأوبئة. فإن ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ومن سيء الأسقام كلمة دعاء عام للأسقام السيئة كلها. كذلك أيضا بعد المرض أرشدنا إلى الدواء فقال ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء جهله من جهله
وعلمه من علمه، وقال تداووا عباد الله. ولذلك عندما يجي المرض، هذا في السنة البشرية، هذه يطرأ المرض تبدأ البشرية تبحث عن علاج، فترة زمنية تطلع على علاجه وتطلع على وقاية منه، علمته في ذلك الوقت، جهله من جهله وعلمه من علمه، كان مجهولا وقت نزول المرض، وهذا جزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه بعد ذلك، بعد أن يقضي الله أن هذا الدواء يتوقف، أن هذا الداء يتوقف، يعلم عباده ويهديهم إلى طريقة التعالج منه. إذن هذه تعليمات، وحتى هذه التعليمات وهذه التوجيهات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نتقيد بها، وأن تكون سنة لنا، وأن لا تكون موسمية نتعامل بها، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتمسك بها في الآداب والأخلاق والأوامر والنواهي وفي كل ذلك، ونؤجر على ذلك ونستفيد منه في حياتي، نستفيد منه في حياتنا، وأن لا نكون ك الإرشادات البشرية العادية التي تستخدم عند الحاجة فقط وعندما يخاف الإنسان. وقد اطلع بعض الباحثين الغربيين على هذه الأمور فنوه بها، فربما تكون اطلعتم على مقال كتبه نشر في الأسبوع الماضي في مجلة نيوزويك الأمريكية. هذا التقرير تحدث عن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وتعليماته في هذا المجال، وجاء في هذا التقرير، تقرير طويل لكن عنه، جاء فيه قال نشرت، ننقل منه، قال نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية مؤخرا تقريرا حول تعاليم النبي صلى الله عليه، تعاليم التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمكافحة الأوبئة، وجاء هذا التقرير، في هذا التقرير أن توصيات الحكومات والأطباء وعلماء الأوبئة لإيقاف انتشار الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 هي مشابهة لتلك النصائح التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقل كاتب التقرير عن أحد الدكاترة، وسماه الدكاترة الأرضيين، ورأى كاتب التقرير ليس مسلم أمريكي، وعن أحد علماء المناعة أيضا وسماه باسمه وليس مسلما، نقل عنهما قولهما إن النظافة الصحية الجيدة والحجر الصحية أو ممارسة العزل عن الآخرين على أمل منع انتشار الأمراض المعدية هي أكثر الأدوية، أكثر الأدوات فعالية لاحتواء فيروس كورونا. ووجه اللي هو الكاتب التقرير سؤالا، هل تعرفون من اقترح النظافة الصحية والحجر الصحية أثناء الوباء؟ ثم يجيب نفسه قائلا إنه محمد النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. قبل قال هو 1300 عام، هو 1400 عام، لافتا الانتباه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا خبيرا في مسائل الأمراض الفتاكة، إلا أنه كانت لديه نصيحة رائعة يقول لمنع ومكافحة تطور وباء مثل فيروس كورونا. وأضاف التقرير قائلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بانتشار الطاعون بأرض ما فلا تدخلوها، أما إذا انتشر الطاعون في مكان خلال تواجدك فيها فلا تغادر هذا المكان. وقال أيضا المصابون بأمراض معدية يجب إبقاؤهم بعيدا عن الآخرين الأصحاء. ولفت التقرير الانتباه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شجع على الالتزام بالنظافة الشخصية التي تبقي الناس في مأمن من العدوى، لافتا إلى عدد من الأحاديث النبوية ومنها النظافة من الإيمان، وحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ويضيف قائلا، ويضيف متسائلا، لو مرض شخص ما فما هي النصيحة التي كان سيقدمها له النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقدمها لإخوانه وأهله؟ فيرد الكاتب على هذا إن الرسول
محمدا صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الأمر عبثا، بل تحدث فيه وأكد على أهميته. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يشجع على العلم والسعي إلى الحصول على أدوية وعلاجات طبية، مستندا إلى حديث ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء جهله من جهله وعلمه من علمه. وتابع قائلا: الرسول لم يدعو فقط إلى الموازنة بين الإيمان والعقل، بل كان يعرف متى يوازن بينهما. وأضاف: إن الرسول الإسلامي شجع المسلمين على الالتزام بتعاليم الدين، لكنه طلب منهم أن يتخذوا إجراءات احترازية أساسية لاستقرار وضمان سلامة المجتمع. فهذا الشخص ليس بمسلم، لكنه اطلع على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال الذي يعتبر معناها لا يوجد عند البشرية أبدا من خلال تجاربها السابقة أنها وضعت قواعد لهذا، وإنما كانت تتعامل مع الأوبئة حسب ما تمليه الظروف في ذلك الوقت. أما بالنسبة لنا مسلمين فهذه تشريعات بالنسبة لنا شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنخلص من هذا إلى ماذا؟ إلى أن الالتزام بهذه التعليمات وهذه التوجيهات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعين على المسلم في مثل هذه الحالة التي نمر بها الآن في حالة الأوبئة. جميل جدا. وأن ولي الأمر إذا أمر المسلمين الرعية بتطبيق والالتزام بهذه القواعد أصبح فرضا عليها، وأصبحت المخالفة في ذلك غير جائزة، وبالتالي يكون التسلل بعد إغلاق الحدود بصفة يكون فيه مخالفة لأوامر مخالفة للحكم الشرعي، بحيث أن الشخص يجب عليه أن يلتزم بالتعليمات الصادرة، ويجب عليه أن يبقى في المكان الذي هو فيه، لأن هذا فيه محافظة عليه هو ومحافظة أيضا على المجتمع لأن لا ينقل الضرر إلى الناس أو لا يصدر له الضرر من الناس، وأنه يبقى ينتظر. ولا شك أن في مثل هذه القرارات فيها نوع من الإحراج، هو أنها ربما تكون فيها طبعا فيها تعب، لكن ترتكب تفاديا للضرر الأكبر، فإننا نتحمل الضرر الأصغر لدفع الضرر الأكبر. وهذه هي قاعدة الشرع، أنه يدرأ الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأصغر. فنحن ندافع عن حياة الناس، نرتكب في سبيل ذلك أننا ندخل عليهم ضيقا، إما في معيشتهم أو في حريتهم أو في تنقلهم أو في اجتماعهم مع ذويهم. لا شك أن هذا فيه نوع من الإضرار بهم، لكن هذا ضرر بسيط لو قلنا بالإضرار العام بالمجتمع. والقاعدة أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وأن الضرر المتعلق بالأنفس درؤه مقدم على الضرر المتعلق بالمال، ولأن المحافظة على النفس في سلم أولويات المصالح العامة التي تجب المحافظة عليها. نعم دكتور، شكرا جزيلا لكم العلامة. إذن دكتور، ما هي لا بأس لو تحدثنا عن الأمراض الجهاز الهضمي التي تصيب الصائمين بصفة دائمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأمراض التي تصيب الصائمين، كما قلت وأسلفت دائما وكررت دائما، الصوم في حد ذاته لا يسبب المرض، لكنه قد يسبب ظهور أمراض كانت موجودة أصلا، أو أن بعض العادات السيئة التي ترافق شهر الصيام وبعض العادات الغذائية الغير مناسبة قد تسبب هي في حد ذاتها أمراضا. كما أسلفت، التهابات المعدة والالتهابات الأمعاء الحادة كما أسلفت سابقا تسبب الأطعمة الغير نظيفة. أيضا القروحات الهضمية الموجودة والتي قد تكون في أعراضها خفيفة، لكن إذا جاء الصوم قد يزيد منها، وبالتالي يسبب ظهور أعراضها، في حين قد تكون أعراضها كانت خفيفة قبل الصوم أو غير ظاهرة.
لكن قبل ذلك أريد أن أعرج على موضوع مهم وهو موضوع الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي بصفة عامة، والتي بعض المواطنين يسأل دائما هل هي مفطرة أم لا. مرض الجهاز الهضمي بصفة عامة ما يتعلق منها بمرض المجبنة اللي يقولوا دائما هذه كيف قلت لي تعود أمراض المعدة مشخصة، أكد أن فهمتي قرحة في المعدة والله تشرح في المعدة والله التهاب معدة حاد ومانع هذا المريض عادة يفطر، لكن إذا عادت الأمراض غير مشخصة لا نحدد حساسته هو أحيانا مجبنته يجب أن يراجع الطبيب وهو اللي يأكد لو كانوا فعلا فهمتيها مرض شديد كيف تقرحها فعالة تحتاج علاج وبالتالي تحتاج الصوم تحتاج إيقاف ملاها عنده رخصة الفطر أو أنها مجرد هو اسمه حموضة ارتفاع حموضة بسيط وبالتالي قد يساعد الصوم قاع وبعض التوجيهات الصحية قد تساعد في التخلص منه وبعض الأدوية العرضية. هناك بعض الأمراض الأخرى الهضمية التي قد تكون أكثر صعوبة وأصحابها عادة ينصحوا بالإفطار مثلا كيف قلنا إذا القرحة فعالة والتهابات المريء الفعالة اللي تعود فيها تشرح مانع في المريء هذا لابد كيف قلت من تشخيص. أيضا التهابات الكبد الحاد أي حد عنده صفار عيني مانع وألم في الكرش والنوع مع أنه فهمت التهاب كبد حاد هذا عادة يفطر. أيضا التهابات البنكرياس الحاد ملاها يفطر. أيضا التهابات الكبد المزمنة الفعالة وهذه ما هو لا حد فقط عنده آثار لفيروس بي أنه يفطر لا بد يعود مؤكد أنه تعدل فحوصات في الدم وتلفزة يؤكد أن هذا الفيروس فعال فعالة مجرد فيروس الكبد أنه فعال والكبد ملتهبة في هذه الحالة المريض يفطر حتى لو كان أحيانا ما تعود عليه أعراض واضحة. ايضا تشمع الكبد اللي هو السيروز هذا تشمع الكبد هذا عاده مفطر في اغلب حالاته الا بعض الحالات الخفيفه جدا لكن بصفه عامه هو سبب مفطر لانه مرض مدنف سبب ضعف الشهيه ونقص في الوزن ونقص في بروتينات الجسم فقط دم ونقص الصفيحات وله معرض للنزوف ومعرض لتجمع الماء في الكرش ومعرض لياس من المضاعفات الاخرى الخطيره وبالتالي وله عاده عنده رخصة الإفطار. أيضا أورام الجهاز الهضمي بصفة عامة كانت هذه الأورام الأورام الخبيثة خاصة وبعض الأورام الحميدة التي قد تعود عندها مضاعفات خطيرة كيف النزوف هذه عادة تعود أمراض مفطرة. قبل أن أنهي هذه المداخلة نختار نتحدث عن كورونا والصوم اللي هذا هو الوضع هو حديث الساعة حالا. بالنسبة لكورونا في حد ذاته وجوده في العالم هذا غير مفطر للناس الآخرين، لكن الشخص من نفسه إذا عاد فيه المرض هذا يعود عنده حكم الإفطار مثل أي مرض حاد أخر. أما بالنسبة لخالق بعض الأمور تغير حياة الناس أثناء وجود هذا الوباء اللي هي لأنه الصوم فترة الصيام وشهر الصيام فيه الصوم وفيه بعض العبادات الأخرى المرافقة للصوم وتكثر خاصة في شهر الصيام وفيه مدياس من العادات الأخرى اللي كانت موجودة في شهر الصوم عادة تعدل وتحتاج أنها يعدل فيها شوي ويغير فيها شوي تماشي مع الظروف لأجل الوقاية من هذا الوباء. بالنسبة للصوم في حد ذاته كيف قلت ما فيه داعي ابدا ان نلقاش الافطار لان الوباء موجود، لكن حد اصاب بالمرض عنده رخصه الفطر. بالنسبه للعبادات الاخرى المرافقه له كيف مثلا الصدقات والزكاه ياسر الناس واخا الزكاه في هذه الفتره يجب انه يراعي انه ما يخلق ازدحام اثناء توزيع هذه الزكاه، يراعي انه يقدمها تعود ايديه نظيفين لا يخلق ياسر الاقتراب مع الناس وتعود مقدمه اذا عاد فما زكاه لا تقدم وما تقدم بشكل نظيف، اذا عاد مواد غذائيه ولا مواد من اي نوع ولا حتى نقود ولا نوع تقدم بايدي نظيفه ويؤكد ولا يخلق ياسر الازدحام اثناء توزيعها. بالنسبة لزيارة المساجد والاعتياد المساجد في هذه الفترة يجب أن نملي الناس تراعي المسافة الصحية بين الشخص والآخر، يعني تدخل المسجد ما تدخل كاملة في وقت واحد، راعي المسافة بين على الآخر أثناء الدخول وأثناء الخروج خاصة دائما تخرج الناس في وقت واحد، لكن ما هو مناسب كلها خلي مسافة بين على الآخر لين يوخر حد هو يوخر، ولا فيه داعي كل حد له يوخر لابد يمس الباب ولا يمس الحيط ولا يمس اللوكة، يجب أن يتجنب أنه ما يمس شيء في المسجد نهائيا لأنه تمس الناس كاملة. أيضا أدوات الطهارة في المسجد يجب المحافظة على تعقيمها ويجب توفير مواد معقمة كيف الصابون وجافيل والمعقمات في أماكن النظافة في المساجد، وأيضا يجب أن كل رجاج عمل سجادة خاصة به هو ما في داعي عمل السجادة العمومية اللي تعددها الناس كاملة وتعملها الناس كاملة لأنها تحافظ على ذاك الضرر اللي طال من الرجاج إذا عاد فهم حد لا قدر الله مصاب يقدر يطال من الضرر وقد الفراش يحكمها، لكن كل شخص يجب أن يجيبه هو سجادته الخاصة به.
أيضا بعض العادات الأخرى الموافقة لتكتب فصل الصوم اللي هي الولائم الغذاء الولائم وتالي هذه الفترة ما هي مناسبة نهائيا، يجب أنه الحفاظ على أنه الابتعاد عن الولائم والندويات في هذه الفترة لأن أي تجمعات ما هي مطلوبة نهائيا. أيضا الإفطار الجماعي يجب أنه حد يحافظ على الفطور لا في الأسر الصغيرة ولا في داعي أنه عدد الإفطار الجماعي، إن شاء الله يجبره الوقت أخر مناسب إن شاء الله ويخلق فيه. دكتور البواسير هل هي مفطرة؟ البواسير في حد ذاتها بواسير درجات، البواسير درجات، وهذا يقودنا هو المرض اللي هو القولون العصبي هذا اللي هو دائما سبب امساك مزمن عند الناس، والامساك المزمن هو السبب الاول البواسير. طبعا البواسير عندها الكثير من الاسباب، لكن من اهم اسبابها الامساك المزمن واللي هو ناجم عن القولون العصبي وضع متلازمه القولون العصبي وضع متلازمه القولون المتهيج، هو الم عاده يعود في الكلش بصفه عامه وملاه يترافق عنه ملاه يعود هضمه موزن، اما يعود امساك وهي الغالبه وضع يعود هضم مادي إسهال. وفي الحالتين سواء كان إسهال ولا إمساك هذا يسبب بواسير. البواسير لابد تشخص أولا به، اللي ياسم من الناس هناتيها الذين قد عنده أي تحسس في المخرج ولا دم ينزل مع البراز يسميه بواسير، في حين أنه فيه أمراض كثيرة جدا يعني وتسبب نفس الأعراض وليست بواسير. وبالتالي إياك أن تحدث عن بواسير وإياك حد يولد فيه بواسير، يجب أنه يجري التشخيص عن طبيب متخصص في هذا، يجي له منظار خاص بالمخرج ويتأكد من المرض شنو هو، كان بواسير كان أمراض ثانية فيها مرض ثانية ثلاثة أربعة على الأقل شائعة ومشابهة البواسير في أعراضها. أما إذا تأكد من البواسير يجب تحديد درجة البواسير شنو هي، هي الدرجات وأربع درجات البواسير، يجب تحديد هو أي درجة منهم، ويجب تحديد المضاعفات اللي حاصلة شنو هي. بعض البواسير أحيانا تسبب فقش دم شديد جدا عند بعض الأشخاص، وبالتالي في هذه الحالة المريض يجب أن يفطر ويجب أن يحكم في الطب وينتقل له الدم لين يوصل مرحلة معينة من 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 دمه يلحق مرحلة معينة يعود يعطى له الحديد إياك يوفق له بقية الدم لك الكافي ويعطى له أدوية مولية البواسير. إذا كانت صلات البواسير مولية أحيانا تعود مضاعفة عندها مضاعفات من نوع اخر كيف مثلا واخره القدام منتفخه والمها شديد جدا، في هذه الحاله مريض يعني تعود فما نوبه من البواسير حاده فيه الم شديد ومنتفخين واخرين القدام مؤثرين على حياته الرجاج، طبعا في هذه المرحله مريض يفطر وياخذ الدواء لين يتحسن يرجع يصوم بقيه الشهر. لكن اما البواسير البسيطه انه لا احد عنده بواسير ما يمسى باله نزيف ولا يمسى باله الم شديد في المخرج ولا يواخذ القدام ولا يمأثر على حياته، هذا طبعا ما هي مفطره، لكن يجب انه يتخذ بعض الاجراءات الصحيه خاصه شرب المياه ولا يبرد البواسير اياك ما يمنعه حتى وتسبب الفطره مع الوقت. والاهم من ذا كامل اي حد عنده احساس انه يدعو في بواسير ولا سوء الهضم يجب انه يكثر من شرب الماء اثناء ليل رمضان، يجب الدخل من الماء لا يقل عن لترين ويفضل وصل 3 لترات من الماء كل ليلة، وبالتالي ينظمها خلال ذيك 6 ساعات وسبع ساعات اللي يعطيها في الليل واعي ينظم فيها دخله من المياه بحيث انه يوصل لترين الى 3. نعم شكرا لكم دكتور دلاهي. اذا نذكر السادة المشاهدين الكرام اننا نناقش في هذه الحلقة من برنامج السهرة الرمضانية موضوع الأوبئة من المنظور الشرعي، ونناقشه مع فضيلة العلامة محمد المختار المبالة، وكذلك نناقش في الجانب الطبي أمراض الجهاز الهضمي، ونناقشه مع الدكتور دلاهي والولي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي. كما نذكر السادة المشاهدين أنهم يتابعون هذه الحلقة وغيرها من حلقات السهرة الرمضانية عبر قناة الموريتانية وكذلك عبر قناة المحضرة. نعود لكم من فضيلة الأستاذ فقيه العلامة، بعض الناس يصاب في هذه الفترة فترات وجود الأوبئة بالهلع الشديد، كيف يعني المنظور الشرعي هذا الخوف الشديد من هذه الأوبئة ومن هذا؟ هذا الخوف لا مبرر له، وهذا قلنا عدة مرات. أنا أظن أول مقابلة كانت معي مع هذا الموضوع وعند أول ظهور حالة من المرض، وكان الناس في ذلك الوقت في هلع شديد، قلت إنه لا داعي للقلق، المسلم لا يخيفه هذا المرض، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، معناها أنه إذا اشتد الخوف يرجع المسلم لعقيدته يجد الطمأنينة، معناها يقول أنا قاعش مخوفني، أنا نعرف أن ذاك المكتوب لي فرض عليه يخلق لي، وذاك ما هو مكتوب لي ما هو لا يقد يخلق لي، معناها أنه في هذه الحالة يطمئن. إذن لا داعي للقلق، الحمد لله قال
وضعية البلد الحمد لله وضعية مريحة وراجعين عند مولانا سبحانه وتعالى العافية ورأي عن الناس يا الله تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ويا الله تحمد مولانا وتعدى الأوراد من الحمد تقيد به النعمة ويزيدها مولانا نعمة العافية وتعدى الأوراد من التضرع إلى الله عز وجل أنه يدم عليها نعمة هذه العافية وبالتالي ما لا ينبغي أن نغفل عن الدعاء ولا أن نكون كأولئك الذين إذا أصابهم الضر توجهوا إلى الله وإذا زال الضر أدبروا وتركوا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا فلا ينبغي ولا نرجو أن نكون مثل هؤلاء فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نضاعف الحمد وأن نزيد في الدعاء وأن نحمد هذه النعمة وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن على أولئك الذين يخافون أن يطمئنوا ويعلموا أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأن القضاء لا مرد له وأن القدر لا مرد له وأنه إذا حكم بالمرض لا بد أن يأتيه وإذا حكم بالصحة لا بد أن تأتيه ومن كان وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وكل نفس أجلها مكتوب عند تخليقها والرب سبحانه وتعالى يأمر الملك أنه يكتب عند التكوين يكتب أجل الإنسان وذلك الأجل لن يتعداه وإذا راجع الإنسان نفسه واطمئن معناها اطمئن وهذه الطمأنينة تلاحظ حتى بعض الشباب اللي هم في الغرب الآن يحدثوننا بأنهم يقول لهم الغربيون هذه الطمأنينة التي توجد عندكم ونحن لا توجد عندنا ما سببها معناها أنتم غير خائفين نحن خائفين وأنتم ماكم خائفين لماذا يقولون لهم نحن عقيدتنا أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأن ذاك اللي كاتب مولانا نحن ما نقدون فروا منه وبنين عد كاتب لنا السلامة ما له قد يلحقنا شيء يسوى اللي خلق وهذه هي عقيدة المسلم هو الذي ينبغي أن يرجع له المسلم لكنه لا يمنعه ذلك من الأخذ بالأسباب لأن تفريطه في الأسباب أيضا ذاك مخالفة للشرع فعلى المسلم أن يأخذ الأسباب وأن يحتاط كل الاحتياط ولكنه مع ذلك عليه أن يوطن نفسه ويقنع نفسه بأنه لا يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول إن الأخذ بالأسباب عبادة وأن الاعتماد على الأسباب شرك فالتفريط في الأسباب هذا معصية ولكن الاعتماد على الأسباب شرك لأن الأسباب لا تأتي بشيء ولكننا مع ذلك مأمورون بها معناها الفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى معناها أنت مثلا هو لو أن واحد ضرب واحدا بسيف وقتله فالقاتل حقيقة هو الله لو أن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يقع ذلك لم يقع ولكن هذا سبب مباشر علينا أن نتوقعه وإذا وقع ننسب له الفعل ونسبتنا للفعل إليه نسبة مجازية ولكنها مع ذلك لا تضر في عقيدتنا وعلى من كان مرادا بذلك الضرب أن يتوقعه وأن يهرب منه كذلك النار من حرق بالنار عليك أن تتوقى النار وأن لا تلقي نفسك ويحرم عليك الشارع يحرم عليك ذلك لكن مع ذلك النار لا تحرق بطبعها وإنما ذلك بفعل الله عز وجل ولو لم يريد أنها تحرق لن تحرق كما وقع لإبراهيم عليه السلام كانت عليه بردا وسلاما لكننا لا يجوز أبدا أن نقول أن نتوكل ونقول نقحم أنفسنا في النار ونقحم أنفسنا في المرض ونقول لو إذا أراد الله أن يقع لا بد أن يقع وما لم يريد لم يقع هذا صحيح ما أراد الله أن يقع لا بد أن يقع وما لم يريد وقوعه لم يقع لكن هذا في جانب العقيدة وأما في جانب الأفعال والإجراءات فيجب أن نتوقع الأسباب ولذلك أنا دائما أقول إن اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والتوكل لا يتواردان على موضوع واحد لا يتعلقان بمكان واحد فاتخاذ الإجراءات وتوقي الضرر هذا يتعلق بالجوارح والتوكل يتعلق بالقلب فقوة اليقين هي محلها القلب واتخاذ الإجراءات والاحتياطات محله الجوارح. نعم شكرا جزيلا لكم فضيلة العلامة. الآن نتابع الميكرو الفقهي وهو من إعداد الزميل محمد دولي الكوري. نتابع أسئلة المشاهدين الكرام. سوى الفقيه أنا شنو مقصود بالنية في رمضان؟ من درايك كان حد يرفضها
والله كان حد تمي يقولها توفر كافي مش يقولها فخلي أقول توفر. تميت حالا إني نقذفت كان يخسر النهار ذاك والله ما خسره تمتابع فيه لأن بعدين نيويو في رمضان عود نخلصه. الإمام هو المؤذن يصلوا كان نحن اللي في ديار اللي إحداهم إذا تمينا نصلي معهم التراوح ينقطع عنا ضوء لكن حكمنا شنو؟ امرأة مهننا دائما قاعدة عنها تحسس شو من تحسسات النساء ذوك ودائما مهننا يجيها دم بطريقة ما منظمة كانها وأي وقت شاهد دم لأنها تقطع ولا ما تقطع. شكرا. إذن فضيلة الفقيه هي أسئلة عدة من المشاهدين الكرام نرجو الاختصار في الإجابة لأن الوقت لم يبقى منه الكثير. المقصود بالنية، السؤال الأول، المقصود بالنية في نية الصوم. النية محلها القلب، وهو يسأل كان يتلفظ بالنية ولا لا. النية محلها القلب معناها أن يقصد بهذا الصوم صوم هذا الشهر، هذا هو المطلوب. معناها أن ينوي الصوم غدا، معناها يصمم بالليل، ومعناها يوطن قلبه ويعقيد قلبه على صوم غدا قاصدا به أداء فرض صوم رمضان. نعم. واللفظ لا علاقة له بالنية. نعم. لكن بالنسبة للموسوس الذي لا تنقطع عنه الوسوسة إلا إذا تلفظ بالنية، هذا يتلفظ بالنية لتنقطع عنه تلك الوسوسة. نعم. ولكن سيظل القول ليس محلا للنية. نعم. وإنما هو عنوان لما في القلب ومقوّن لما في القلب، والنية محلها القلب ولا يمكن أن تتعلق باللسان أبدا. نعم. القيء هل يفسد الصوم؟ القيء إذا كان عمدا يفسد الصوم سواء ابتلع منه شيئا أو لم يبتلع منه شيئا. وإذا كان غلبة إذا ابتلع منه شيء فسد، سواء لو كان الابتلاع غلبة فسد صومه، وإذا لم يبتلع معناها تحرز منه حتى لم يبتلع منه أي شيء ومضمض فمه بعد ذلك ولم يبتلع شيئا فصومه صحيح. نعم. من كان يصلي مع إمام عبر مكبرات الصوت انقطع عنه الكهرباء يتم صلاته، يبني على ما فعله ويتم صلاته. قال عن امرأة يجيها الحيض بطريقة منتظمة كان الذي يجيها الحيض تقطع وضعها. هو الحيض قضية طبيعية جعلها الله سبحانه وتعالى فطرها في النساء، لكن عندها قانون صحي ينظمها، معناها قانون عادي أنها تأتي في الشهر مرة واحدة وأنها تدوم لفترة زمنية وأن ذلك الحيض ينقطع وتبقى المرأة بعده فترة زمنية ثم يأتي مرة أخرى ويكون حيضا مؤتلفا. لكن المسألة معناها الفترة الزمنية التي تفصل بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية محدودة شرعا وهي نصف شهرين، معناها فكل حيض نزل وطهرت المرأة بعده وبقيت طاهرا لمدة 15 يوما فأعلى ثم جاءها الحيض فهذا حيض مؤتنف جديد، وتجلس له العادة التي عادة يأتيها عليها. أما إذا اضطرب ولم ينتظم فهذا يقع من اختلال في الصحة، والفقهاء تكلموا على هذا فكان عندهم ما يسمى بدم الحيض وما يسمى بالاستحاضة. فالحيض قانونه ما ذكرنا، والاستحاضة المرأة إذا ثبتت استحاضتها ولذلك طريقة ومعناها ولها طريقة تعرف بها ذلك، وهي أنها إذا جاءها الحيض واستمر عليها العادة التي كان يأتيها عليها كخمسة أيام وستة أيام وسبعة أيام وانقطع عنها ولم يدم الانقطاع طويلا بأن كان الانقطاع أربعة أيام أو خمسة أيام ثم عاودها فإنها تضم الحيض الجديد للحيض الأول. نعم. والطريقة التعامل مع ذلك أنها تكمل عادتها وتستظهر عليها بثلاثة أيام، معناها تزيد عليها بثلاثة أيام ما تصلي فيها ولا تصوم، بشرط تعود ذيك الأيام إلى أضافتها إلى عادتها ما إلى تخطيها إلى 15 يوم، بأن تكون عادتها 10 أيام تضيف عليها 3 أيام والله عادتها 7 أيام تضيف عليها 3 أيام، فتفعل ما يسمى بالتلفيق وهو الذي تفعله المستحاضة حتى معناها المضطرب حيضها حتى تثبت استحاضتها. فإذا كانت عادتها
13 يوما فإنها تضيف عليها يومين فقط، وإذا كانت 14 يوما تضيف عليها يوما واحدا، وإذا كانت 15 يوما لا تضيف عليها شيئا، لأنها لا تم لأن المعتادة لا تترك معناها لا تمكث للحيض أكثر من 15 يوما. فإذا جاءت معناها لفقت من خلال هذا الدم المتقطع الذي لم يتحل بينه 15 يوما من الطهر لفقت عادتها واستظهرت عليها بثلاثة أيام، فإنها تعتبر الدم النازل بعد ذلك دم استحاضة، والمستحاضة حكمها حكم الطاهر، فمعناه أنها تغتسل وتصلي وتصوم، وإذا انقطع عنها الحيض أياما قليلة أقل من 15 يوما ثم انقطع عنها الدم ثم عاودها، فإنها تبقى دائما حكمها حكم الطاهر صائمة وتصلي حتى ينقطع عنها الحيض مدة 15 يوما ثم يعاودها، فإنها تعتبره حيضا جديدا وتجلس له عادة أكثر عادتها، وإذا لم ينقطع استظهرت. اللهم إلا إذا كانت هذه المستحاضة تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، فإذا كان الدم مستمرا عليها لا ينقطع عنها 15 يوما وإنما ينقطع أياما قليلة ثم يعود، وكانت عندها علامة تميز بها دم الحيض من دم الاستحاضة كلون أو آلام أو نحو ذلك، فأصبحت دم الحيض عندها واضحا ودم الاستحاضة واضحا، فإنها تكون في أيام الحيض تترك الصلاة والصوم وفي أيام الاستحاضة تتطهر وتصلي وتصوم. نعم، شكرا جزيلا لكم فضيلة العلامة. إذا نتابع الآن الميكرو الطبي. قيس هو الطبيب عن الناس هاي اللي تتصايم، انت تلحق ميدي والواحدة دائما يطلع لها نوع من الحموضة والله اشتياك تأكد شنو أسبابه. سور الطبيب عن شنو هو معلوم في المجبنة وشنو هو شبه وجبات يوكلوا محد في رمضان ووقت السحور ووقت المغرب. نعاوي الشباب الياسر المسكين في المرض داخليا، تم واحد اللي يقوم يقول لك أنا حسب المجبنة والله يطلع له حموضات والله يحسب كتاب والله يحسب شاكلته من ذلك من أي تسببات. لا من نفطر ونفوت شعاق والفطور عقب طاشين نحس بغرذو في العربي يحرقني ويباتي يحرقني ليعود مع الصباح. شنو هو ذاك نعدل شنو هو كان ذاك نعدل بعض أسباب وشنو هو اللي طريقة اللي تم نفطر بها شنو ياك ما نتعرض للألم. عندي نوع من التحسس في المائدة وقد جيت للطبيب وقال لي عنه فيه إن في عندي تشقق ذاك في المائدة ونختار قال عن لا بدال من تم كثرة في الماء اشراب الماء وهذا درك رمضان واحنا صايمين ندر طبيب يشوف لي ذاك. عندي سؤال موجه للدكتور، وقت الفطور اهم شيء يلت حد يسبق المجبنة وش هو؟ شكرا للمشاهد الكرام. لأن الدكتور رجاء اختصار لجيب يدي أن الوقت ما يتعدى من ياسر. الحموضة أسبابها شنو؟ شاهد سود عن أسباب الحموضة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل من هذه الموضة كنا نتكلم عن العادات الغذائية؟ نعم. إن شاء الله نفصلها من خلال العادات الغذائية. تقول العادات الغذائية إنه كيف قد بداتيها؟ الشخص يبعد عن طعام الحار، طعام الحامض، طعام المدسم، وبعد ما يشرب عقب الأكل مباشرة، يعني ذاك يؤدي لامتلاء للمعدة. والله ما لي الطعام الحار والحامض والمدسم خاصة والمنبهات الياسر اللي كيف تكافو وتعي هذا ضعف فتحة المجبنة الفوقانية، وبالتالي هم اللي خلوا هاي الحموضة تطلع. الحموضة عبارة عن محتويات المعدة تطلع شوية المريء، المريء اللي هو المصاطة تفيد الطعام، وبالتالي اللي انت تعود فما ضغط في المعدة إما بسبب الامتلاء الزائد إما بسبب هاي المواد اللي تضعف فتحة المعدة اللي هي قلنا انها دسم المنبهات محتويات المعدة تطلع الفوق وتسبب ألم شديدة في المريء، وبالتالي تسبب هاي الحموضة اللي هي اللي ذكرها أغلبهم. وبالتالي يجب أنهم يجنبوا هاي الأمور ولا يكثروا الشراب خاصة بعد الأكل مباشرة، حاول المجبنة ما تمتلئ ولا يتكي حد مولي وقته واكل حتى خاصة وقت معدل وجبة ثقيلة كيف وجبة طاجين وضعش يفضل أنه قلطر وقلطر اختي صعبة شوي غير يعدلها حتى في الدار
وبالتالي يتجنب الحموضه يقين. اما اللي في هذه الفتره اللي نعود هذه الحموضه ما معها اي اعراض ثانيه، يعني ما معها يقيها، ما معها هضم كحل، ما معها قذاف دم، وجات لا في فتره رمضان قد حد يقبل ادويه، هذه ادويه المجبنه اللي هي عند الناس تشريها كانوا تقبلها، قد يأخذ طبيب يعطيها ادويه المعده هاي اللي الحموضه نعملها خلال ليالي شهر رمضان حبه واحده كل طوال شهر رمضان اياك تقيه منها هذا بشرط تعود ما في مضاعفات خلال موافقه لها ولا في اعراض خطيره وظاهره لا فيها ليالي الصيام فقط. نعم مشاهد اخر سول عن القدر يعني يصيب وبعد الافطار مباشره يتم صايب دينا تمام. القذوف نفس الشيء، القذوف واضح انه فهمت الم في المعده، هذا اللي وقع للمشاهد الثاني هو الم واضح انه في المعده يدعود ناجم عن ورحه في المعده، والله في اسفل المعده خاصه في منطقه قالها البصل، البصل توصل بين المعده والمعي الدقيق، وبالتالي يفضل انه يخرج على طبيب يقيس سابقا لك بعده يقبل وجبات صغيره اذا اللي تم وزع وجبات ولا وجبات صغيره ولا يشبع ولا يروح حتى وعمل لا شبع على المجبر، يعني يجنب الأطعمة الحارة والحامضة المدسمة والمول المقلية خاصة الفريتال المقلي والحوت المقلي يتجنبهم، ويفضل أنه يخا على طبيب لكن يشوف لعل عودهم التي محتاج فحوصات تكميلية. نعم شكرا جزيلا دكتور. إذن الآن نتابع عنصر تفاعل من إعداد الزميلة عائشة سيدي عبد الله. جاءت تفاعلاتكم على موضوع السهرة لهذه الليلة ضمن الأسئلة التالية. سؤال حول حكم من سافر إلى مدينة وهو صائم ولكنه لن يقيم فيها أكثر من 3 ليالي فهل يجوز له الفطر؟ سؤال عن آلام المعدة خلال نهار رمضان هل تجب الفطر؟ سؤال هل البخاخ يفسد الصوم؟ وسؤال عن كثرة ابتلاع الريق هل هي من مفسدات الصوم؟ سؤال لمولود معطلة هل ما يعرف محليا بالمجبنة يستوجب عدم الصيام؟ وسؤال آخر في نفس السياق عن الحموضة وإمكانية الصوم. وسؤال لفاطمة عن أحكام الصوم. سؤال للطبيب عن مريض الضغط والصوم وكيفية الصيام الآمن. سؤال للفقيه حول السحور بعد انقضاء الوقت سهوا، الإفطار بعد التعرض لآلام قوية وحكمه الشرعي. إذن سنعود إلى هذه الأسئلة مع الضيف ضيوفنا الكرام العلامة محمد المختار المبالي وكذلك الدكتور دلاهي، لكن بعد أن نتابع عنصر رموز وهو من إعداد زميل سيدي والعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا جاء الله تبارك وتعالى دكول إن سنب إتشلل إحق الإيمان. ولد الإمام والفقيه الشيخ عبد العزيز سي بقرية تشيكان سنة 1943 في أحضان أسرة علمية، درس على والده القاضي الحاج أبو بكر سي قبل أن ينتقل إلى علماء آخرين من مجتمع الفلان الذي ينتمي إليه. تتلمذ على الشيخ محمد أحمد سي الدمتي الذي درسه القرآن الكريم قبل أن يغادره إلى الشيخ القاضي محمد الحاج صو في بوغي، ولازمه 5 سنوات حصل فيها على إجازات عالية في القرآن الكريم. وتواصل شغف الشيخ عبد العزيز سي بتعليم العلم ليقوده إلى الشيخ أحمد عبد الله با المعروف بأحمد نينا في كهيدي، وعلى يده درس الشيخ العلوم اللغوية والشرعية إلى أن أكمل وأتم دراسة كل البرامج والمقررات التي كانت تدرس في تلك المحضرة العريقة، حيث أجيز في الفقه المالكي، وتعتبر هذه المحضرة من أعرق وأكبر المحاضر التي تخرج منها أغلب علماء وأئمة فوت المعاصرين. وبعد أن أكمل الشيخ دراسته التقليدية في المحاضر بتحصيل إجازات في القرآن الكريم وأخرى في العلوم الشرعية، التحق بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وتخرج منه بشهادة الليسانس في الفقه وأصوله شعبة القضاء.
دخل الشيخ عبد العزيز سي القضاء من بابه الواسع وتولى منصب نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا بالعاصمة لفترة زمنية قصيرة جدا قبل أن يبتعد عن القضاء نهائيا. عين إماما راتبا وخطيبا لمسجد الحسن الثاني المعروف بمسجد المغرب، وفور تعيينه في المسجد أسس به محضرة لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية واللغوية، وظل يدرس فيها إلى أن توفاه الله. ترك الشيخ عبد العزيز سي آثارا عظيمة تدل على اهتمامه الأول والأخير بالعلم دراسة وتدريسا، حيث كرس حياته لخدمة الدين وتعليم القرآن الكريم ونشر العقيدة الصحيحة والسنة النبوية الشريفة، فتفرغ تفرغا كاملا للدعوة إلى الله وتعليم الناس، متمثلا قول الرسول الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد خلف الشيخ مئات من الخطب المنبرية في مختلف المواضيع الدينية والاجتماعية، والعديد من الحلقات والبرامج الإذاعية كبرنامج من هدي القرآن الذي كان يقدمه عبر إذاعة القرآن الكريم، والدروس الإرشادية الأسبوعية باللغة البولارية عبر الإذاعة. وفي 2 مايو 2012 أسلم الشيخ عبد العزيز سي الروح لباريها رحمه الله. رحم الله الشيخ عبد العزيز. إذا العلامة، هل لكم من ذكريات مع الشيخ باختصار شديد؟ الشيخ عبد العزيز، الشيخ عبد العزيز كان صديقا خاصا لي، كنت أحبه كثيرا وأقدره كثيرا، فكان رجلا وكان يزورني وألتقي به دائما، وكنت معجبا به، معجبا بسمته ودله وبدينه ودعوته، وكنت دائما عندما أسمع له برنامج فأنا وجودني أشد إلى ذلك البرنامج وإلى لغته الفصيحة، فكان في الحقيقة شخصية متميزة وكانت تربطني به علاقات وصداقات كبيرة رحمه الله عز وجل. نعم. إذن علي الحلاج يلتمس منكم صالح الدعاء ويسأل عن تعميم الدعاء لصالح الجميع. الله، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقه وأن يمن علينا وعليه بالعافية والتوفيق، وما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. اللهم عافنا وعاف جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. نعم. محمد الأمين الناجي يسكن في بلدية الغايرة، وقال عندي مساك عندهم 55، وعنه هو مسكن 55، كان هذا يخسر النهار والله ما يخسر النهار. خمسة و زاد بأربع دقائق على وقت الإمساك العادي. 55 ما يصح الإمساك في موريتانيا إطلاقا في القاهرة، ما يصح. 55 الشمس لا تطلع. هذا ما يصح. لا، لعل اللي كتب هذا ما قال. معناها 54. 54 54 وزاد بأربع دقائق. لاك الله تعالى لا يمكن أن نجيبه على هذا. المهم أنه يحدد وقت طلوع الفجر، فإذا كانت هذه الأربعة، إذا كان الفجر يطلع عندهم مثلا عند الخامسة تماما، هذا لا شيء عليه. فإذا كان الفجر يطلع عند هذه 54 معناها أنه صومه فاسد. إذن ليس قضية الإمساك، دائما الإمساك يحدد بفترة زمنية فاصلة بينه وبين طلوع الفجر، والصوم لا يفسد إلا بالشرب وقت طلوع الفجر، فلا بد أن نحدد باليوم، معناها في ذلك اليوم وفي ذلك المكان متى يطلع الفجر. فإذا كان الفجر يطلع بعد هذا الشرب ولو بدقيقة واحدة ولو بدقيقتين فصومه صحيح، وإذا كان الوقت ذلك الوقت وقت طلوع الفجر معناها صومه فاسد يجب عليه قضاء ذلك اليوم. نعم. عبد الله بن سالم سول: هل يجوز الفطر بناء على توجيه من طبيب تقليدي؟ طبيب تقليدي أطلب المسامحة من الطبيب. الطبيب التقليدي إذا كان عارفا، هو طبيب تقليدي فقيه مالي أيضا، طبيب تقليدي إذا كان عارف سواء فقيه ولا سواء غير فقيه، المهم عندي أنه يكون طبيب تقليدي عارف، وكان المرض من الأمراض التي يمكن له تشخيصها حسب معناها الأمراض المرتبطة بالطبيعة، فهو يمكن الاعتماد عليه. والفقهاء هنا كان
طبعا أنا هذا الطب التقليدي نظرة الناس إليه تختلف، وأنا من الناس الذين ينظرون إليه نظرة أرجو أن يكون فيها نوع من الإنصاف والاعتدال، وربما مع زملائي الأطباء نختلف في بعض الأحيان، نختلف النظرة حول الطب الحديث حب الطب القديم. فأنا أتصور أن تلك النظرة الازدرائية للطب القديم والتنكر له والطب التقليدي والتنكر له واعتباره ليس شيئا، أنها ليست منصفة وليست عادلة، وأيضا أعتبرها ليست علمية، معناها ليست معناها لا تنم عن روح بحثين، معناها هذا شيء وفن وقائم وناس يدعون معرفته، وعلينا أن نطلع على حقيقته وأن نعلم، معناها يكون عندنا اطلاع حتى نعلم ما هو. هؤلاء الناس جربوا، والطب من حيث هو مبني على التجربة، وهؤلاء الناس لهم تجربة قد تكون ناقصة، قد لا تكون لهم وسائل العلمية المتاحة الآن للطب الحديث، لكن لهم تجربة ولهم معرفة ببعض الأمراض من خلال الأعراض، وبالتالي يمكن الاعتماد عليهم إذا كان هذا الطبيب التقليدي عارفا، معناها من الأطباء العارفين مشهود له بالمعرفة يمكن الاعتماد عليه في الفطر. نعم دكتور، المصاب بالبواسير منذ 20 سنة ويسبب له نزيف حاد، كان يصوم ولا ما يصوم؟ سؤال حد عندما يكون نزيف يقاس حدته بكميته، الحدة والكمية، إذا كانت الكمية كبيرة جدا بحيث أنها تأثر على كمية الدم الموجودة في الجسم بصفة عامة وتعطي أعراض كيف مثلا ضيق أنفس وفترة وتعب ووهن في الجسم بصفة عامة والنزيف مستمر، في هذه الحالة عنده ربما خصته الفطر، لكن يجب التأكد أنه فعلا هذا النزيف أنه كبير جدا، يعني عود النزيف لا شوي ولا متوسط ولا مؤثر على الجسم بصفة عامة ولا مؤثر على نشاط العقاج ولا قوته، ما فيه داعي للفطر. إذن دكتور، مشاهد قال عن عنده حموضة بنسبة قليلة، نصائح توجهها؟ قلت الحموضة بصفة عامة يتوضرها أثناء الصيام، عادة تعدلاش مع بعض العادات الغذائية وبعض وأحيانا عن الجوع، مالي تعدلاش مع التهاب بسيط ولا قرحة خفيفة جدا يعني سطحية في بداية الأمعاء، لين تعود الأعراض خفيفة ظهر لمع الصوم، يقدر حدا لا يقبل الهدول اللي مشبنا هذا اللي الناس كاملة متواصية عليه وتقبله بشكل دائم اللي هو اللي ينقص الحموضة، اللي تقبله خلال ليالي شهر رمضان حبة واحدة في الليل عند الفطور عند العشاء ولا السحور، وبالتالي يقدر يكفى. لين تعود الأعراض شديدة، ألم شديد والله مرافقه إيقياء والله مرافقه هضم أكحل والله مرافقه فقط دم والله الأعراض قديمة ومتواصلة وتزداد شدتها وتواترها مع الوقت، في هذه الحالة يفضل الشخص يزور الطبيب يحدد مدى شدة هذا المرض وقوته وخطورته، فما كان عنده مضاعفات وكان يوجب كان ملاه يحتاج يقدر الصوم ولا ما يقدر الصوم. لكن بصفة عامة الحموضة هاي والمجبن اللي يقولوا عادة بصفة عامة يتوضها لا يصوم، عادة إكفاه الإجراءات الصحية اللي قلنا متعلقة بالأكل والشرب، وقد حد يقبل مريض الحموضة هذا خلال ليالي شهر رمضان. نعم شكرا جزيلا لكم دكتور. إذن نشكر المشاهدين الكرام على التفاعل الواسع مع البرنامج عبر صفحة الموريتانية، تفاعلهم الواسع نشكرهم عليه، ونعيدهم إن شاء الله بطرح أسئلتهم في أوقات أخرى. إذن فضيلة العلامة كلمة ختامية واختصر الوقت الكبير. نختم بما بدأنا به سابقا، وهو أنه علينا أن نتعامل مع الوضع القائم بما يستحقه، وأن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نمد له أكف الضراعة أنه يصرف عنا هذا الوباء، وأن نعلم أن التوجه إلى الله عز وجل هو السبب القوي، وأن الدعاء هو السبب القوي، وأن نتخذ كل الإجراءات الوقائية، وأن نلتزم بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة الصحية المختصة في هذا المجال، هذا هو واجبنا الشرعي، وهذا هو الذي إذا اعتمدنا على هاتين الركيزتين، ركيزة الاعتقاد الصحيح وركيزة السلوك الطبي الصحيح، يمكن أن نتوقع هذا المرض ونظل دائما نعول على ما عند الله سبحانه وتعالى،
ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العافية وأن يديم على بلادنا هذه النعمة، ونشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وينبغي أن نزيد وأن نضاعف الحمد والشكر له سبحانه وتعالى ليزيدنا من فضله. شكرا جزيلا لكم فضيلة العلامة، وشكرا لكم كذلك الدكتور. أدركنا الوقت للأسف الشديد. باسمكم جميعا مشاهدي الكرام نشكر فضيلة العلامة محمد المختار المبالة، وكذلك الدكتور لله الولي وهو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، كما نشكر منسقة هذه الحلقة أو منسقتي هذه الحلقة الزميلتين لمنية متسيدي ومنام تعبدو، وكذلك في إشراف العام المختار محمد علي وطيب القوث، وأخرج هذه الحلقة باب أمين. كما أشكر جميع الإخوة مصورين الشيخ البو وسيدي محمد السالك وبقية الزملاء الكرام. نذكر المشاهدين الكرام أن مواضيع حلقة غدا بحول الله هي أحكام الصلاة في الموضوع الفقهي، وكذلك أمراض السكري في الموضوع الطبي. إلى الملتقى إن شاء الله في حلقة قادمة. صوما مقبولا وذنبا مغفورا إن شاء الله.